دي دلوقتي ميعادنا مع فلوس الناس، هي فقرة جديدة نتعرف فيها على الوضع المالي وفرص الاستثمار وتعاملات البورصة وتأثرها بالأحداث السياسية الراهنة. معنا النهاردة المحلل المالي والخبير في شؤون البورصة الأستاذ وائل عنبة. أستاذ وائل أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم. أستاذ وائل، البورصة خسرت في نهاية تعاملاتها الأسبوع الماضي 2.8 مليار جنيه، الأسباب؟ هو الأسبوع اللي فات كان بنعتبره أسبوع ترقب، لأن كان في أحداث خلال الأسبوع، منها قضايا المحكمة الدستورية، منها قضية طلعت مصطفى مديناتي، والاثنين اتأجلوا. وأيضا بنترقب أحداث الأسبوع القادم 25 يناير و26 يناير، فده أثر على قرارات المستثمرين المصريين بالذات، لأن هم معيشين للأحداث لحظة بلحظة، في حين أن الأجانب والعرب سلوكهم لم يتغير، بيقوموا بعمليات شراء واسعة في البورصة بقالهم تقريبا أكثر من 3 شهور. فده مخلي فيه ضغوط بيعية من قبل المصريين أثرت على المؤشر، وأيضا أثرت على قيم التداول. يعني احنا قيم التداول الأسبوع ده كانت أقل من المعتاد، 300 مليون تقريبا في الجلسة، فيمكن دي الأسباب. ما زال المشهد السياسي مسيطر بشكل غير عادي على قرارات المستثمرين، ما بقتش الأحداث الاقتصادية ولا نتائج الأعمال مؤثرة، أصبح المشهد السياسي وهو ده اللي ما كلنا بنترقبه، وبناء عليه بتتخذ عليه القرارات الاسمها. طيب، هل ممكن تعوض البورصه جزء من خسائرها هذا الاسبوع، ام متوقع ان تستمر الخساره في ظل الاحداث السياسيه التي تتزامن مع حلول الذكرى الثانيه زي ما تفضلت انت قلت حضرتك 25 يناير بين دعوات الاحتفال واخرى للتظاهر؟ لا، انا بتوقع صعود لسببين. السبب الاول، دائما البورصه بتخصم الاحداث بدري، فخصمت الاحداث السلبيه خلال الاسبوع الماضي، توقعاتها ان هيبقى في احداث سلبيه، ان شاء الله ما يكونش في احداث سلبيه، فخصمت هذه التوقعات بالهبوط اللي حصل. الحاجة الثانية، انه اعلن امبارح عن صفقة لاحد اهم الاسهم في البورصة المصرية واكبرها وزنا، وسهم شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة. اعلن خبر امبارح ان ستقوم مجموعة مستثمرين عالميين بتقديم عرض شراء للاسهم المحلية للشركة، فاثر على اسهمنا المتداولة في لندن امبارح. احنا الجمعة كناش شغالين هنا في مصر، ولكن بورصة لندن كانت شغالة. اسهمنا المقايضة في لندن امبارح صعدت صعود كبير مع قيم واحجام تعامل مرتفعة، لذلك انا بتوقع ان ده ينعكس على مؤشرات البورصة بكرة، وبالتالي ممكن ينعكس على مؤشرات البورصة رغم ان في تخوفات سياسية من 25 و26، ولكن السوق عكسها الاسبوع الماضي، ما اظنش هيعكسها تاني الاسبوع ده. تراجع الجنيه امام الدولار، الدولار وصل سعر الدولار النهارده اظن 6.63 جنيه في البنوك، وده سبب قلق بين الناس في الشارع خوفا من ارتفاع الاسعار. ترى ايه الحل لاستعاده الجنيه لقيمته مره ثانيه، وايه توقعاتك بالنسبه لسعر الجنيه امام الدولار؟ بدايه، هو صعود الدولار اللي حصل خلال هذا الشهر ده صعود مؤجل، بمعنى ان كان المفروض بعد الثوره يترك الدولار لقوى العرض والطلب الطبيعيه، ولكن حصل تعويم مضار، ان كان الجنيه معوم ولكن في ضخ من قبل البنك المركزي في اكتر من مرحله، حاول ان هو يحمي هبوط الجنيه ولكن ما قدرش، لان الاحتياطي كمان بدا يتاكل بشكل كبير. هو كان معاه قبل كده 36 مليار دولار احتياطي بيقدر يدافع بيهم عن الجنيه، دلوقتي الاحتياطي قل ل 15 مليار، فما يقدرش ان هو يدافع بيها عن الجنيه في الوقت الحالي. طيب، في سعر توازني اكيد هنوصل له. عند السعر التوازني اللي احنا هنوصل له، هتبقى قوى الطلب الاضافيه ستتحول الى قوى عرض. ايه هي قوى الطلب الاضافيه اللي اتخلقت خلال الشهر الماضي؟ احنا القوى الطبيعيه للدولار قصاد الجنيه الاستيراد هو الطلب الطبيعي، اضيف له الشهر ده طلب حكومي، ان احنا كان عندنا قسط نادي باريس حوالي 700 مليون دولار، فده انتهى خلاص فمش هيتكرر خلال الشهر القادم. ايضا الطلب المضاربي اللي اتخلق، اعتقد انه هيجي عند السعر سيتحول من جانب الطلب الى جانب العرض، وده قرب جدا، انا بتوقع ان هو هذا الاسبوع، ان معظم المضاربين على صعود العمله هي صعدت خلاص، فيبداوا يبيعوا اللي اشتروه في اسعار رخيصه. الطلب الرابع اللي هو كان اضيف طلب الدولاره، ان المدخر بالجنيه المصري كان بيحاول يحول ادخاراته الى دولار، ولكن بعد ارتفاع سعر الدولار هذا الطلب ايضا هيقف. فانا بتوقع ان السعر التوازني اللي هو سعر السوق اقوى العرض والطلب ممكن تتلاقى هذا الاسبوع، وبالتالي ممكن يقف صعود الدولار. واحنا هنا ممكن نوجه رساله برضو للمضاربين على الدولار، زي ما الدولار صعد بقوه وبسرعه
20 قرش في 20 قرش في 20 قرش، اعتقد ممكن يبقى انعكاساته وهبوطه هيبقى بنفس السرعه. وارد انه ينزل. وارد. طب إيه، وانا بتوقع ان ممكن الاسبوع ده يبقى اخر مرحله صعود للدولار. طب ايه البنك المركزي يتخذ من الاجراءات؟ ايه اللي ياخدها؟ انا قبل ما اجي حضرتك سالت في شركات صرافه وبدات اسال المضاربين على الدولار الموقف ايه؟ اولا معظم المضاربين على الدولار بدا يتحولوا لجانب العرض، يعني في ناس كتير بدات تعرض البيع. ولذلك سعر النهارده اقل شويه من سعر يوم الخميس كسعر خارج البنوك يعني. البنك المركزي قصاده أكتر من حل. الحل الأول السماح لشركات الصرافة بتحويل عملاتها اللي هي اليورو والريال إلى الدولار، يعني تصدير العملة. ده كان موجود زمان، إن هو اشترى ريال سعودي، اشترى يورو، اشترى عملات أخرى مش قادر يحولها لدولار عشان يعرض الدولار في السوق، فيسمح ليهم بإن هم يحولوا العملات إلى الدولار، يقوم بتصدير هذه العملات للخارج. وده كان بيتم قبل كده، ان بيقوم احد البنوك بتجميع هذه العملات المختلفه ويصدرها للخارج ويجيب بدلها دولار. فده اول قرار لو اتاخد بكره هيبقى له تاثير، لان الشركات الصرافه اوريدي عندها مخزون من العملات مش قادره تصرفها غير الدولار، العملات الاخرى. ده حل اول. الحل الثاني سعر الفايده. يا ريت نعلي سعر الفايده على الجنيه المصري في الظروف دي، رغم انه ممكن يبقى له اضرار ولكن إيجابياته هتبقى أعلى في الظروف اللي موجودة في الوقت الحالي. الحاجة الثالثة الانتهاء بقى من المفاوضات مع صندوق النقد اللي احنا عمالين نسمع عنها ونعلن للكافة شروطها كاملة. طب الإجراء دي لو اتخذت هيتم أو إيه اللي هيحصل بعدها؟ اللي هيحصل بعدها إن هتبدأ يحصل معروض أكتر من الدولار. الحاجة الثانية إن هيبدأ يقل السفه الاستيرادي، وده ممكن قرار يبقى برضو قرار دولة ان احنا نتحكم في السفه الاستيرادي بعمل حصص في حصص استيراديه او رسوم جمركيه اعلى على بعض السلع الاستفزازيه. حضرتك لو رحت اي سوبر ماركت هتلاقي انواع جبن ب 300 جنيه و400 جنيه الكيلو، فطبعا دي سلع استفزازيه. انت وصلنا لمرحله بنستورد حاجات استفزازيه للشعب. لو قدرنا نتحكم في جانب الاستفزازي ده في الاستيراد هيقل الاستيراد، اعتقد هيقل شويه الطلب على الدولار اللي هو اكتر من الطبيعي. الاجراءات دي كلها لو تمت ممكن هيبقى لها تاثير ايجابي، وزي ما بقول لحضرتك منحنى الصعود بتاع الدولار بدا يضعف، يعني الصعود كان بيتم في السوق الخارجي مش في السوق البنوك اكتر من 20 قرش كل ده مره، المنحنى بتاع الصعود بدا يقل تدريجيا. ولكن في النهايه احب اقول ان ده كان صعود كامن لمده سنتين البنك المركزي كان بيدافع عن الجنيه المصري، فلما ساب الاليه للعرض والطلب الفعلي خد الدولار بالصعود اللي ما خدوش في سنتين. وده طبيعي، احنا قبل الثوره الدولار كان ب 5 جنيه و80 قرش. لو وصل حتى فرضا هو النهارده في البنوك ب 6 حاجه و60 6.64، حتى لو وصل ل 6 جنيه 80 يعني ارتفاع جنيه، الجنيه ده كله لا يمثل 20%، وده طبيعي بعد ثوره وفي ضعف في الكيان الاقتصادي في الوقت الحالي ان العمله تنخفض ب 20%، وياما شفنا الدولار بينخفض قصاد الين وقصاد اليورو باكثر من. اذا توقعات حضرتك انخفاض في سعر الدولار، تتوقع ذلك؟ انا بتوقع ان الاسبوع ده ثبات. الاسبوع ده ممكن يكون نهايه صعوده في السوق الخارجي. السوق اللي هو السوق السوداء يعني. لان في طلب عليه في السوق السوداء، الطلب ده هيتحول الى جانب العرض، فانا بتوقع ان منحنى الصعود يقف هذا الاسبوع وممكن يثبت في البنوك عند هذه النقطه. لكن انخفاض الدولار ما نقدرش نقول ان في انخفاض على الدولار الا لما جانب العرض يزيد بشكل كبير. طب يزيد ازاي؟ عندك حاجتين مهمين قوي لازم نعمل على تشجيعهم، السياحه والصادرات. والسياحه مش هتقدر ترجع الا برجوع الامن. صحيح. والصادرات يبقى لازم نرجع نشتغل انتاج، وللاسف الحاجتين احنا مش قادرين. لكن انت تنصح الناس الا يحولوا فلوسهم بالجنيه الى الدولار؟ الوقت اتاخر، وقت التحويل اتاخر. تمام، فلا انصحهم بالتحويل في الوقت. شكرا الاستاذ وائل عنبه المحلل المالي وخبير البورصه، ودي كانت اولى فقرتنا النهارده، فقره فلوس الناس، وان شاء الله دي هتكون فقره اسبوعيه ثابته زي ما قلت قبل كده. شكرا ليك. شكرا. قبل ما اقول لكم عندنا ايه، جات لي شكوى يعني من مواطن فقير غلبان مطحون معدم اسمه ممدوح العراقي. الراجل ده
عايش حياته كلها عنده كشك، كشك في المنوفية. صحي الصبح النهاردة المحافظة كسرت له الكشك. طب انا اقول ايه؟ يعني اذا كان راجل بقاله سنوات عنده كشك السيد المحترم محافظ المنوفية، هل يصح النهاردة اكل عيشه هو ومراته وولاده تكسروا له الكشك ويقعد في الشارع؟ حرام. اذا كنا بنتكلم النهاردة على عدالة اجتماعية، فمكان محافظ المنوفية السيد محافظ المنوفية ليس من العدالة الاجتماعية انك انت تكسر كشك لواحد غلبان اسمه المواطن ممدوح العراقي. ارجوك ارجع للمحليات وانا انتظر تصويب هذا الوضع السيد محافظ المنوفية. بعد الفاصل عندنا لغز مصرع المواطن سامح فرج، هيكون معنا شقيقه الاستاذ عبد المحسن فرج. الفقرة الثانية هيشرفنا فيها على الهواء مباشرة، وهيكون فيها تليفونات الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي، وفقرتنا الثابتة كل أسبوع وإنك على خلق عظيم. الفقرة الثالثة الموت على القضبان، والفقرة الأخيرة حوار خاص مع الفنان الكبير الأستاذ دكتور صفوان بهلوان. فاصل ونعود لفتح ملف مصرع المواطن سامح فرج.